نعرف اخبار الفريق ونطمن على الفريق. اتفضل. معايا على التليفون احد المدربين واللاعبين واحد الكباتن في النادي الاهلي اللي كان ليهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، سواء كابتن في النادي الاهلي او لاعب في النادي الاهلي او حتى كمدير فني، وحاليا هو المدرب العام للنادي الاهلي الكابتن محمد يوسف. كابتن يوسف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا محمد، ومساء الخير طبعا على اخويا وحبيبي الكابتن ياسر ريان، كابتن محمد مساء الخير على كل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا كابتن يوسف. اهلا بيك، وعايز انتهز الفرصه طبعا واقول له كل سنه وهو طيب. بقى ياسر كان عيد ميلاده كام يوم؟ ربنا يخليك كابتن يوسف. انا بعت له يعني تهاني كده جميل بمناسبه عيد ميلاده، بس بقى على الهوا اكون معاك عشان جمهور الاهلي يعرف. كل سنه وانت طيب يا كابتن ياسر. ولا ما جابلكوش؟ ما قالش هو، ما قالش. لا لا ده الجناح الطائر، ده الجناح الطائر واسرع لعيب في مصر. الجناح الطائر، واحنا لعبنا مع بعض سنين طويله 19 ومنتخب اول واولمبي وفريق اول نادي اهلي، يعني عشره جميله يعني. وماتشات اهلي وزمالك، وماتشات اهلي وزمالك كمان كتير بقى فتره التسعينات كلها. ياسر جه 92 النادي الاهلي في المنصوره، فلعبنا فتره طويله، وكانت فتره التسعينات كلنا عارفين كانت فتره جميله بالنسبه لنا كنادي اهلي وفريق نادي اهلي يعني. وطارق مصطفى ليه ذكريات معانا. الكابتن ياسر مره كنت بلعب انا وياسر، هو طارق كان باك رايت وياسر كان بيلعب باك ليفت وانا سنتر باك، وبتميل اكتر ناحيه الشمال يا كابتن ياسر. فكنا بنشتغل انا وياسر بنشتغل مع بعض في تفاهم جامد جدا مع بعض، لان لعبنا بقول لك منتخب 19 ومنتخب اولمبي ومنتخب اول، فكنا متفاهمين جدا مع بعض. فانا قلت له ياسر ما ترجعش تدافع، خليك انت فوق، لو احنا يعني لما نادي الزمالك يبقى معاك كوره انت ما ترجعش تدافع، خليك قدام، انا عامل التامين وراك. وطارق مصطفى اتجنن مني. لا عشان هقفل وراك وانت بس خليك ايه، خليك في الحته دي عشان يبقى مفتاح، يعني مفتاح هجوم بالنسبه لنا من ناحيه الشمال. تمام. وقد كان بقى، مش عايز اقول لك طارق مصطفى هو هيكمل لك بقى. طارق مصطفى قال لنا ايه؟ كنت على طول ترمي له الكره لقدام الجناح الطاير يجري بقى على اقصى سرعه ويعمل الاوفر. ياسر كان من اللعيبه المميزين جدا، وكان اساسا هو وينج ليفت في نادي المنصوره، وجه وبعدين لعب باك ليفت كمان في فتره من الفترات. كان من اللعيبه المميزين جدا طبعا بسرعاته وبعرضياته، وكان بينقلنا بسرعه يعني من الدفاع للهجوم. احنا واحنا بندافع تبص تلاقينا بقينا في ملعب القسم او في الثلث الدفاعي الملعب للقسم ثواني معدوده يعني، لمسه او لمستين فعلا. انت قاعد معاك لاعب من ال ربنا يخليك كابتن يوسف جدا يعني. ربنا يكرمك. واسرع لاعب في مصر يعني كابتن ياسر ريان سرعته. انت عايز تسال ايه يا محمد؟ بس انت وعايز يا كابتن يوسف السؤال اللي محير الناس الفتره دي، يعني انا سالت سؤال من خلال لما اتكلم على قصه السرعه بيسالوني انت اسرع ولا محمد صلاح، فانا قلت لهم انا بالكوره محمد صلاح محمد صلاح بالكوره واسرع منه، بدون الكوره انا اسرع منه. دي وجهه نظر ما كانش اكتر يعني، ما فيش فيها اختلاف. عايز اقول حاجه يا ياسر، صعب جدا ان احنا نقارن يعني ياسر بصلاح. ليه؟ اولا صلاح في وقت وياسر ريان في وقت تاني. كل وقت يا جماعه صعب جدا ان احنا نقارن اتنين لعيبه من جيل مختلف. ليه؟ مش عشان حاجه، بس عشان الاحمال التدريبيه وخلينا نتكلم بقى بشكل علمي يعني. تمام. النهارده لما ياسر ريان وهو بيتمرن في فتره التسعينات احنا كنا بنتمرن باسلوب معين طبقا لاحدث حاجه في الوقت ده. انت بتتكلم في 92 93 94 95 96، يعني بتتكلم في 20 سنه من دلوقتي. مظبوط. وكلنا عارفين ان كره القدم عايز اقول لك يعني من سنه لاخرى بتتطور، تطوير اكيد، وبيتم التطور فيها خصوصا الاحمال التدريبيه. النهارده او 2019 الاحمال التدريبيه بقت قويه جدا، بقت اكتر او اعلى بشكل كبير جدا من فتره التسعينات اللي احنا كنا بنشتغل فيها وبنلعب فيها اكيد، وهكذا. فصعب جدا ان انت تقارن سرعات او تقارن رتم اداء او تقارن، زي ما احنا مثلا قبلينا الثمانينات مثلا كانوا بيلعبوا بطريقه معينه وبرتم معين، لان كانوا بيتمرنوا مثلا ثلاث اربع مرات في الاسبوع. قبلها كانوا في السبعينات بيتمرنوا يومين بس او ثلاثه والماتش يلعبوا. فكل فتره ليها حلاوتها وليها مدارها وليها البريق بتاعها يعني. اكيد. مش عارف، انا ما بحسش ان المقارنات دي عادله لاي من الطرفين، خصوصا ان رتم الكوره والخطط، حتى خطط
اتغيرت ورتم الاداء او رتم التدريب اتغير كمان، اختلف صح، وطريقه التدريب واللعب كله اختلف طبعًا عن زمان طبعًا اكيد. بالتالي طيب، كل ده بينعكس على التقييم لما تيجي تقيم يعني. طيب كابتن يوسف، اكيد التمرين لسه منتهي منذ لحظات قليله وخلاص العد التنازلي لمباراه القمه بقى 72 ساعه على المباراه. طمني وطمن جمهور النادي الاهلي اخبار الفريق، الحاله المعنويه، الحاله الفنيه، التدريبات خلال الفتره الاخيره وخلال الايام الاخيره، تدريبات سريه، وحسنا فعل الجهاز الفني في هذه النقطه تحديدا استعدادا لهذه المباراه. اخبار الفريق ايه يا كابتن يوسف؟ يعني طبعا عشان نزيد التركيز شويه والدنيا تبقى هاديه، ما بقاش في يعني عينين كتير، لكن انا بقول لك احنا مركزين واللعيبه كلها بتأدي التدريبات بروح عاليه جدا، تركيز جدا مطلوب في المباراه دي. فقبلها يعني انا دايما اقول ان المباريات الكبيره لازم يبقى التركيز فيها قبلها بفتره، دي حاجه. التفاصيل الصغيره مهمه جدا في المباريات الكبيره، لما بتقابل فريقين كبار بيبقى في تفاصيل صغيره قوي 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 في حاجات، تحركات دقيقه سواء ليك كلاعبتك يعني او للاعب لعيبه المنافس يعني. تمام، احنا حريصين جدا ان احنا نخش في التفاصيل قوي، وده بتدي مدلول التركيز وبتدي مدلول ان اللعيبه والجهاز والمنظومه كلها مركزه شغالين بشكل كويس، وان شاء الله في انتظار لعيبه الدوليين. يمكن علي معلول وصل النهارده سلامه بس ما لحقش التدريب، لعيبه المنتخب الاولمبي والاول ان شاء الله هينتظموا معانا من بكره، وان شاء الله نبدا يعني هنعمل تدريبه بكره ونتوجه ان شاء الله لبرج العرب عشان المعسكر باذن الله، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين، نتمنى الاصابات خلال 72 ساعه الجايين دول. وده سؤالي الجاي بمناسبه الاصابات يا كابتن يوسف. يعني ما تبعدش عننا بس ال 72 ساعه، تبعد عننا لغايه نهايه. طيب بمناسبه الاصابات، يعني كلنا اتفاجئنا امبارح بخبر موضوع عمرو السوليه الرشح في الركبه وما كانش بيتمرن من بعد مباراه النيجر مع منتخبنا الوطني، اكيد كان في اتصالات، يعني الجمهور عايز يعرف حاله عمرو السوليه، يطمن على عمرو السوليه، اكيد برضو لسه في 72 ساعه قادمه، لسه في الجهاز الطبي هيشوف اللاعب. برضو كمان حمدي فتحي ممكن يلحق. الو، الخط طيب، يبدو ان الخط مع كابتن محمد، هنحاول نجيب كابتن محمد يوسف تاني، ان الجمهور عايز يطمن على حاله عدد من اللاعبين. حمدي فتحي هل ممكن يلحق ولا صعب جدا؟ عمرو السوليه الخبر اللي ذكر بالامس بموضوع اصابته في الركبه، يعني الكل كان بيسال على السوشيال ميديا، الجمهور عايز يعرف حاله اللاعبين، اللي كمان غياب كريم نيدفيد عن هذه المباراه مع عوده حسام عاشور واحمد فتحي بعد ما كانت فتره طويله جدا بعيدين بسبب الاصابه، كل دي اسئله الشارع كله بيسال، عايز يطمن على حاله لاعبي النادي الاهلي وتحديدا في منطقه خط الوسط اللي الجمهور بيسال عليها قبل هذه المباراه هامه جدا، لانها مباراه هي بثلاث نقاط لكن مش هتكون حاسمه في شكل الدوري، لكن مهمه جدا في الجزء الاخير او الثلث الاخير من الدوري العام. كابتن ياسر، طيب كابتن يوسف رجع لنا. كابتن يوسف، ايوه، حاله المصابين يعني طمنا على السوليه، حمدي فتحي ممكن يلحق، الوضع بالنسبه للمصابين ايه دلوقتي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي؟ بص عشان اكون امين معاك، طبعا احنا لسه يعني كل الامور متاحه وكل الاحتمالات يعني مقبوله. عمرو السوليه طبعا سمعنا لكن ما شفناش الركبه بنفسنا، وفي نفس الوقت الدكتور خالد ما يعني على اتصال دائم بدكتور المنتخب، لكن في نفس الوقت ما شافش الركبه قدام عينه وما تحت ايده يعني. وبالتالي احنا في انتظار طبعا عمرو السوليه هيوصل بالسلامه ان شاء الله، وبكره هينتظم معانا ونبدا الدكتور خالد يشوف الركبه ونبدا يعني يبدا الدكتور خالد يدينا قرار او يدينا تصور لل 72 ساعه القادمين. حسام عاشور واحمد فتحي الكل في جاهزيه ان شاء الله يا كابتن يوسف؟ عاشور منتظم في التدريبات طبعا الحمد لله بقاله فتره، فتحي برضه منتظم في التدريبات بقاله فتره، حمدي فتحي شغال وبيتاهل كويس جدا، دخل معانا جزء واحتمالات وارده، يعني كل الاحتمالات وارده. خلينا احنا نشتغل، لسه قدامنا تدريبي الخميس والجمعه ودول مهمين جدا طبعا، وممكن يحدث فيهم اشياء كثيره يعني. اكيد كان ليك تصريح النهارده مهم جدا انك اتكلمت عن مباراه القمه، انها مباراه قمه ذو طابع خاص لكن ليست اكثر من ثلاث نقاط، وما زال هناك ثلث اخير من مشوار الدوري العام يا كابتن يوسف. ده اكيد طبعا، لان لما نيجي نفكر بمنطقيه طبعا جمهور يعني دايما عايز فرقته تكسب، ودايما بيبقى عايز النادي الاهلي دائما يفوز بجميع المباريات، وده هدفنا وده اللي احنا بنسعى له، وده دايما اللي احنا بيبقى تركيزنا عليه كله.
في نفس الوقت لابد ان احنا نقيم الموضوع بشكل منطقي. احنا بنلعب مباراه من 3 صفات طبعا مع المنافس بتاعك، وفي بطوله خاصه اساسا اللي هي ديربي الاهلي والزمالك، لكن في نفس الوقت برضو لازم نعرف ان في 11 مباراه تانيين. الو يا كابتن يوسف، معاك، سامعك، اتفضل. لسه 11 مباراه اخرى ب 33 نقطه، تمام، وفي مباراه عوده او مباراه الدور الثاني مع المنافس بتاعك برضو، بالاضافه ل 10 مباريات مهمين جدا جدا جدا. النادي الاهلي عينه على البطوله، يعني النادي الاهلي دايما بيلعب للبطوله، بيلعب لفوز الدرع، ولذلك لابد من التركيز. انت بتلعب في الثلث الاخير من البطوله، ودائما اصعب تلت هو اخر تلت. ده ليه؟ لان جميع الفرق بيبقى ليها ظروفها المختلفه، بعضها بيطرع من الهبوط، بعضها عايز يخش في المراكز الاربعه الاوائل عشان يضمن لنفسه يشترك في افريقيا سواء كونفدراليه او ابطال. بالاضافه لفي بعض الانديه او بعض الفرق بيبقى طموحها انها عايزه تخش مثلا خامس او سادس على اساس تبني على المركز ده في الموسم القادم. فالاهداف بتبقى او المرحله دي عموما الاهداف فيها بتبقى متفاوته، ولكن بتبقى يعتبر اصعب تلت يعني بالنسبه لبطوله الدوري لو انت الجزء الاخير تلاقي يعني. صح، بس الجزء الاخير. طيب، زياره الكابتن محمود الخطيب النهارده كانت زياره مهمه جدا وفي توقيت مهم قبل السفر الى الاسكندريه غدا ان شاء الله. يعني ابرز هذه ملامح هذه الزياره، ما ذكر وما قيل في هذه الزياره من الكابتن محمود الخطيب للاعبين والجهاز الفني قبل هذه المباراه الهامه؟ لا، هو طبعا كابتن محمود مش بعيد عن الفريق، على طول قريب من الفريق وعلى طول بيساند، ممكن في اوقات بيبقى عن قرب من خلال اجتماع، او اوقات بيساند عن بعد ان هو ما بيحبش يعني يعمل اجتماع او حاجه، بس بيبقى متابع وبيتفرج بيشوف من بعيد. بس اللي انا عايز اقوله طبعا ان احنا كلنا مقدرين المسؤوليه دي، وكلنا عارفين يعني ايه مباريات الديربي. كابتن محمود دائما طبعا زياراته واطمئنانه واتصالاته على طول دائما بالكابتن سعد عبد الحفيظ، وده كله من اجل هدف واحد طبعا كلنا عارفينه، وهو نجاحنا ان شاء الله في الموسم، وان شاء الله نبقى موفقين يعني. ان شاء الله يا كابتن يوسف. متفائل اخر حاجه؟ اكيد. نعم، متفائل باذن الله. دائما متفائل ان شاء الله. متفائل، وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. طبعا انت معاك كابتن ياسر ريان، واحنا كنا زمايل مع بعض في فتره الانتخابات، يحكي لك على موقفين في موسمين ورا بعض. كنا موجودين في الملعب طبعا لعيبه اساسيين وفي منتخب مصر في الوقت ده. كان في سنه 13 نقطه يا ياسر، انت اكيد فاكر طبعا، وسنه فريق الاحلام صح. النادي الاهلي بيلعب لاخر نفس يعني اخر صفاره في اخر ماتش، يعني بقول لك انا لاخر متر في السباق. النادي الاهلي دائما بيسعى زي ما اخر دقيقه في المباراه واخر ثانيه في المباراه بنفضل نحارب عشان نبحث عن الهدف بتاعنا، سواء هو هدف فوز او هدف تعادل او ايا كان. فالموضوع لسه فيه كلام، وانا يمكن تصريحاتي من مباراه قبل كده، يمكن من فترة طويلة قبل كده، قلت يا جماعة في تفاصيل كتيرة جدا وفي سيناريوهات كتيرة جدا هتحصل في الثلث الأخير يعني. أكيد. كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة وهذه الأخبار المتعلقة بفريق النادي الأهلي. طمنتنا بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق قبل هذه المباراة الهامة جدا إن شاء الله يوم السبت القادم. كابتن ياسر.